لو الحكاية فيها إن فيتو. هنروح مستشفيات، جميع المستشفيات، هنروح دار أيتام، هنروح دار مسنين، مش هختص حاجة معينة. بلس إن أنا كنت بعمل فيديوز لتنشيط السياحة وهكمل برضو فيها الفترة اللي جاية. وأنا في المفروض إن أنا اديت دورة في الدورات اللي بيعملها مستر محمود تبع المسابقة، دورة لتعليم الميك اب، دي ضافت لي وطبعا بتضيف برضو. طيب كلمينا شوية بقى عن مستر محمود. مستر محمود هو طبعا مش مبالغة، بس هو صاحب الفضل ان انا اوصل للمكان اللي انا وصلت فيه، سواء دورات سواء كان سبورت ليا طول المسابقة، مش ليا انا بصفة خاصة، هو لأي بنت، واي بنت برضه هتقعد مكاني هتقول نفس الكلام، سواء كانت كوين او اي بنت متصرفة عادية حتى من اللي خرجوا من المسابقة. الاضافات كلها اضافت لنا لحياتنا احنا العملية، لحياتنا فيما بعد، في شغلنا، في حياتنا، في معاملتنا مع الناس، اضافات كلها لينا احنا، وبشكره طبعا عليها. مرسي يا سمر.